أهلا بكم. أعلن الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي يرأسها، وقدمت الحكومة رموزا من قادة المعارضة بينهم أحمد إبراهيم الأمين العام لحزب التجديد المعارض، وأحمد نجيب الشابي القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي، والمرشح الرئاسي السابق مصطفى بن جعفر، واحتفظ وزراء من حكومة الرئيس المخلوع بمناصبهم. وقد شهدت العاصمة التونسية ومدن الحمة ورديف والقصرين مظاهرات احتجاجية طالب المشاركون فيها الحزب الحاكم بالتخلي عن السلطة وبعدم إشراكه في الحكومة، وقد واجهت قوات الأمن المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع. أفاد مراسل الجزيرة في الخرطوم أن السلطات السودانية اعتقلت زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي، ويأتي اعتقال الترابي بعد يوم من دعوته لثورة شعبية في السودان ما لم تتراجع الحكومة عن الزيادات الأخيرة في الأسعار. يتوجه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني ووزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو اليوم الثلاثاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وتأتي الزيارة في أعقاب قمة سورية قطرية تركية في دمشق ناقشت سبل إيجاد مخرج من الأزمة السياسية في لبنان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن انسحاب وزير الدفاع هود باراك من حزب العمل وتشكيله كتلة برلمانية جديدة زاد من قوة الائتلاف الحاكم، وشدد نتنياهو على أن حكومته ستبقى موجودة خلال السنوات المقبلة. إلى اللقاء.